التحقت بنا في البلاطو مشاهدينا الاخصائيين النفسيين نرجس المغبر، مرحبا بك. شكرا مروان، مرحبا بزينب، هناء وجميع مشاهدي برنامج اسرتي. اهلا وسهلا نرجس. كيف ما ذكرت في التقديم وقبل ما تلتحقي بنا في البلاطو، بزاف ديال الناس كيوصلوا الاربعينيه من العمر ديالهم، 40 سنه فما فوق، كيبداو يدخلوا بعض المرات في مجموعه من الافكار السلبيه اللي كتجي للبال ديالهم. الحياه ديالهم كتبدا تتغير وكيبداو يشوفوا راسهم بحال الحياه تبدلات، بحال شي حوايج غادي يوقعوا وما غاديش يكونوا مزيانين ليهم. المهم مجموعه من الافكار اللي هي سلبيه اللي كتخسر عليهم الحياه ديالهم اليوميه. نبغيو نعرفوا كيفاش نتوما كاخصائيين كتعرفوا بهذه الازمه الاربعينيه ولا ازمه منتصف العمر، واش كاينه ولا هذا غير خيال ولا غير كيجيب لينا الله كيف ما كنقولوا. اكيد، اذا ازمه منتصف العمر هي ماشي وهم، هي حقيقه، ولكن كل واحد كيفاش كيعيشها وكل واحد كيفاش كيعبر عليها. اذا شنو هي ازمه منتصف العمر؟ هي ما نقدروش نصنفوها كمرحله عمريه عند الانسان بحال مرحله الطفوله او المراهقه او الشيخوخه، وفي نفس الوقت ما هي لا مرض ولا اضطراب. هي مرحله نفسيه كيمر منها اغلب الاشخاص في واحد فتره من حياتهم اللي حنا كنسموها منتصف العمر، ولكن تقدر تبدا في 35 40 55 60، يعني ما عندهاش واحد السن محدد، ولكن في غالب الاحيان كتكون كما تنقولوا منتصف العمر، يعني لو ميليو دو في. كتجي واحد فتره من حياه الانسان اللي كيبدا يطرح فيها اسئله جوهريه حول حياته، حول انجازاته، انتظاراته، اهدافه، واش لا اكيد، وكيشوف واش يعني عاش حياته كيف ما بغى، واش حقق اهدافه، واش شي حاجه ناقصه، واش هو راضي على الحياه اللي عاشها. اذا هي بمثابه جلسه مع النفس، واحد الجلسه اللي تقدر تطول واحد شويه. فبعد الدراسات كتقول على ان المراه يمكن تمر بهذه الازمه هذه من 3 سنين حتى ل5 سنين، بينما يمكن تدوم عند الراجل من خمس سنين حتى ل10 سنين. دونك هذه الجلسه مع النفس، هذه لا ريميزون كيستيون، باش الانسان كيراجع نفسه وكيواجه نفسه. ومن هنا جات كلمه ازمه، لان بزاف اللي كيقولوا علاش كنسميو حنا ازمه، لان الواحد ملي كيواجه نفسه بحقيقه ديالو، واحد ملي كياخذ واحد المرايه كيبدا يشوف راسه من الداخل، ماشي دائما يعني واحد الحاجه اللي هي سهله. نعم، وهذا الشيء واش عنده شي اسباب حقيقيه مثبته علميا او لا مازال ما عرفناش اليومين هذا شنو السبب؟ ما كاينش دراسات اللي اكدت سبب محدد الذي يؤدي لهذه الازمه هذه، ولكن ما بين الفرضيات، وهو ان كاين واحد السبب يعني لا واعي، وهو الخوف. يعني الخوف من المجهول، من شنو كيتسنانا من المستقبل، الخوف من الموت، الخوف من الشيخوخه، الخوف من نهايه المطاف. اذا ازمه منتصف العمر يعني واحد الانسان تيقول مثلا انا عشت 40 عام، يمكن باقي لي قدهم اذا طول الله في العمر، او مثلا شحال باقي ديال ما نعيش، واش يعني واش انا سعيد وشنو غادي ندير من بعد. يعني من هنا جات كلمه ازمه. كنبغيو نتعرفوا معك نرجس على علامات ازمه منتصف العمر سواء بالنسبه للرجل او المراه. اذا واحد النقطه مهمه يعني لتصحيح بعض المفاهيم، وهي الناس كيظنوا على ان الرجال بوحدهم اللي كيدوزوا من هذه الفتره هذه او من هذه الازمه هذه. لا، هذا يخص النساء والرجال، يعني كيخص الانسان لانه هو الجوهر، والمظاهر تقدر تختلف شيئا ما، ولكن كل واحد وطريقته في التعبير على المشاعر ديالو، على يعني على المواجهه ديالو لهذا الخوف اللي قلنا هو لا واعي. فكاين اللي غيكون في حاله انكار او هروب، فكاين مثلا اللي غادي يبدا يجدد الشباب ديالو من حيث اللباس مثلا، ولا يصبغ شعره، ولا يدير عمليه تجميل، او يجبد الوجه، يعني باش كيحارب علامات تقدم السن. كاين اللي كيبدل في السلوك ديالو مثلا، في العلاقات ديالو، كاين اللي مثلا كيقطع مع واحد الاصدقاء وكيقلب على اصدقاء شباب اكثر، ولا الافكار ديالهم مختلفه. كاين اللي مثلا كيبدا يختلق المشاكل مع الناس، او في العلاقه الزوجيه، ولا كيبدا ينتقد بزاف. يعني كاين واحد المحاول من الهروب من هذا الخوف هذا، وكاين اللي غادي يواجه هذا الخوف، يعني وغادي يقوم باعاده تصحيح بعض الاشياء ما كانش راضي عليها في حياته. فيمكن مثلا كيشوف علاقته مع الله واش كانت مزيانه، ولا كيبدا مثلا يركز على الجانب الديني والجانب الروحي. كاين اللي غادي يصلح مثلا بعض المشاكل اللي كانت عنده مثلا مع الاسره، ولا مثلا مع في العلاقه الزوجيه ديالو. وكاين اللي كان دائما متصالح مع ذاته، ودائما ماشي بالفكره على ان الحياه فانيه، يعني كان دائما حياته كدور ولا كتمشي على هذا الاساس هذا. فبالتالي هو يقوم فقط باعاده النظر الاولويات ديالو مع نفسه، في العمل، في العلاقات ديالو بصفه عامه، ولا في العلاقه الزوجيه ديالو. وكاين اللي ما غاديش يقدر على هذاك الضغط اللي كيسببوا مثلا الافكار اللي كتبقى تدوز في العقل ديال الانسان، والمشاعر اللي كيحس بها، فتقدر تبان عليهم علامات كالقلق او الاكتئاب او الاحباط او الهروب وعدم الرغبه في المسؤوليه. كاين اللي غتكون يعني تخلق واحد التوتر في العلاقه الزوجيه، يكون واحد البرود عاطفي او الانفصال العاطفي. كاين
كاين اللي غادي ينعزل شيئا ما او لا غادي ينطوي، فكل واحد كيفاش كل واحد كيفاش كيعبر، الا كل واحد والفلسفه ديالو في الحياه وكل واحد والنظره ديالو للحياه وكل واحد جايب واحد المعتقدات كيفاش غادي يوازه يواجه هذيك ازمه منتصف الامر. هذه الازمه هذه نرجي شنو هي الاشياء او شنو هما العوامل اللي كياثروا بشكل سلبي على الانسان او على هذه الازمه هذه ازمه منتصف العمر؟ اذا كيف ما قلنا كاينين كيف ما قلت كتبقى يعني حالات فرديه كل واحد كيفاش هي في حق أزمة منتصف العمر تحدد علاقتك مع نفسك، علاقتك بالآخر، وعلاقتك بالحياة. فمثلا إذا كانت مرحلة الطفولة، واحد إنسان عاش مرحلة طفولة سعيدة تم فيها واحد تكوين نفسي سليم، عاش واحد فترة مراهقة في ظروف جيدة، خطأ، تعلم الأخطاء ديالو، نضج، دار واحد الانطلاقة جيدة في عالم الكبار، وكإنسان ناضج حقق طموحات، حقق أهداف في حياته، في مجال العمل، في مجال بناء أسرة، في مجال العلاقات الاجتماعية. إذا كان واحد المشكل مثلا في مرحلة من هذه المراحل كيقدر ياثر على الانسان في هذا منتصف العمر، لان كيبدا مثلا يحس بالندم على اشياء ما دارهاش، ممكن كيحس بالنقص، ممكن تيقول ما استفدتش من حياتي كيف ما كان خصني، فيمكن ياخذ قرارات مصيريه اللي كتغير مجرى حياته كلها. كيف ما تقدر تكون فقط يعني واحد مرحله تصحيحيه للافكار وللسلوك اللي كدينا لواحد الاستقرار نفسي، لواحد الراحه نفسيه اللي الانسان كيحتاجها في السن هذا، لان دوز واحد الوقت كبير مثلا استثمر واحد الجهد كبير في العمل، اولا مثلا وليداتو كبروا، يعني كيحتاج لواحد الراحه نفسيه اكثر. نعم، بزاف ديال الناس من المشاهدين ديالنا غادي يكونوا كيسمعوا الكلام ديالنا دابا، غادي يقولوا وسيرتو الا كانوا قربوا للسن ديال 40 او لا فيه او لا قبل، المهم في هذه المرحله هذه يقدر يقول واخا انا ولكن واخا هكاك ما بغيتش يدوز عليا هذا الشيء، يعني ما بغيتش نتغير، واش كاين مجموعه من الطرق او شي نصائح وقائيه باش نستعدوا لهذه الازمه هذه احسن استعداد وندوزوها بواحد الشكل اللي هو سليم او لا صحيح اذا صح التعبير؟ اذا اكيد انه كاينه طرق وقائيه باش تكون عندنا واحد جوده حياه عاليه كيف ما كتقول مروان، ولكن ماشي كلشي كيحس بهذه الازمه هذه، ولا ماشي كلشي كيعيشها كازمه كيف ما قلت، ولا كيعرف راسو راه تيمر بازمه، ممكن واحد تدوز عابره دوز عابره ما فيها حتى شي مشاكل، لانه كان دائما يعني كاين واحد الاستقرار، واحد الكيليبغ في حياته، واحد التوازن. فبالتالي دائما يكون دائما الانسان وبطريقه مستمره يكون يدير واحد اعاده تقييم لحياته، ان بيلون، ما يكونش كيف ما تنقولوا حنا صايقها بلادو، دائما يعني يكون واحد المخططات، واحد الاهداف ماشي باتجاه ديالها. الواحد يتعلم يتعامل مع ضغوطات الحياه، سواء في العمل، سواء في العلاقات الزوجيه، سواء في العلاقات الاجتماعيه، لان تراكم الضغوطات كيخلي الانسان ينفجر. اذا ما عمر الانسان ما يهمل راسو ولا بقى يعطي 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 حتى يستنفذ الطاقه ديالو كلها، فاكيد انه خصو يكون عنده اولويات في الحياه، ومن الاحسن يكون هو الاولويه الاولى في حياته، ماشي من الانانيه، وانما كل ما عطى لراسو كل ما قدر يعطي للاخر، للاقارب ديالو، لوليداتو، للزوج او الزوجه ديالو، وما يخليش واحد الجانب من حياته يطغى على الجوانب الاخرى. كيف ما قلت من تنكونوا شباب كنبذلوا جهد اكثر في الخدمه، وهذه حاجه عاديه، ولكن ما نساوش الجوانب الاخرى، لان التوازن هو سر النجاح في الحياه. بالنسبه للعلاقه الزوجيه ما نخليوش الملل يتسلل للعلاقه الزوجيه، ونحاولوا دائما نجددوا فيها، ونحاولوا دائما نكونوا على تواصل باش ما نخليوش ايضا المشاكل تتراكم. هذه مساله مهمه، حيت الا كان لو كوبل بجوجهم كنظن كيدوزوا من نفس الازمه غادي تكون القضيه شويه صعيبه. واحد غادي يتفهم الاخر، واحد غادي يكون السند والدعم الاخر باش يخليه يتجاوز، لان في بعض الاحيان تقدر الانسان في هذيك الازمه ديال منتصف العمر ياخذ قرارات اللي يندم عليها من بعد. غادي ندم عليها من بعد، ولذلك تسمى في بعض الاحيان المراهقه المتاخره. يعني كيدير بلا ما كيفكر، يعني كياخذ قرارات اللي هي مصيريه، اللي ما كتخصوش هو بوحدو، اللي كتخصها الاسره، اللي يعني اللي بناها ولا العمل ديالو. فكاين اللي كيجي كيخرج من الخدمه ديالو، فالواحد دائما يتريت ما يتاخذش قرارات بسرعه سورتو في هذه الفتره هذه، ويحاول يعني يفكر بشويه بشويه. وانا دائما تنقول من ناحيه الوقايه، دائما حنا عندنا واحد المثلث جوهري حنا كانسان، وهو اننا عندنا ثلاثه الجوانب دائما نغذيوها وننميوها باش نكونوا في توازن. كاين الجانب الروحي، كاين الجسد، وكاين العقل. اذا الا كان توازن في ثلاثه الجوانب كنضمنوا اننا نكونوا في واحد الحاله متوازنه ومستقره، باش من وصلوا لمنتصف العمر تنكونوا كنحسوا يعني باستقرار نفسي. نعم. اكثر وبراحه يعني. وهذا هو المهم حتى من هذه الفقره، هو اننا نعرفوا الناس انه راه كاين ما يسمى بازمه منتصف العمر، حيت بعض المرات بجهلنا للاشياء ما كنعرفوش اشنو واقع علينا ولا كيفاش نتعاملوا ولا كيفاش نتعاملوا مع طبيعه الحال. دونك اليوم انا عارف راه كاين واحد حاجه سميتها ازمه منتصف العمر، فاش غنبدا نحس بمجموعه من التغيرات للفكريه ولا العقل
العقليه ديالي كنولي كنفكر بواحد الطريقه اللي كتجيني انا شويه غريبه ماشي مع المبادئ ديالي. دونك انا غنعرف راسي بلي غير مرحله ودايزا خصني ندوزها مزيان. اليوم بالنسبه للناس اللي ما قدروش يخرجوا ولا يخرجوا راسهم من هذه الازمه وكيعيشوها بواحد الشكل اللي هو صعيب، واش كننصحوهم اليوم انهم يمشيو يشوفوا اخصائي نفسي؟ واش كاين علاج يقدر يساعدهم او يرافقهم على تجاوز هذه المرحله هذه؟ كاين بزاف ديال الناس اللي كيجيو في هذا السن هذا اللي تنقولوا حنا متصف العمر اللي كيجيو بمشاكل اخرى مثلا كالاكتئاب ولا مشاكل في العلاقه الزوجيه او لا مشاكل في الخدمه اللي كيكون الاساس ديالها انهم كيمروا بهذه الازمه هذه، انه كاين واحد تضارب ما بين العقل وما بين القلب، ما بين كيفاش كيفكر العقل وما بين رغبات القلب. يعني كتكون مخبيه وراء واحد المشاكل. واللي كنصحوه ايضا اكيد انه يمشي عند اخصائي نفسي احسن ما ياخذ قرارات سريعه اللي يمكن يندم عليها من بعد. وايضا الشخص المرافق لهذاك الشخص اللي كيمر بالازمه يعني يحاول يستوعبه، يحاول يعني يتفهم هذيك المرحله اللي هو كيدوز منها، ما يضغطش عليه اكثر، يخلي له واحد المساحه من الحريه. ولكن الا مثلا السلوكات تجاوزت الحدود يعني خصهم يجلسوا يهضروا ولا يمشوا عند اخصائي نفساني اللي غادي يعاونهم. ونبغي نقدم ايضا نصيحه لجميع متابعي برنامج اسرتي، ضروري اننا نقرا والا نبحثوا الا كنا حنا غنوصلوا لهذه المرحله او لا شريك حياتنا غيوصلنا. نقرا ونبحثوا نحاولوا نفهموا شنو هي هذه المرحله. كنظن باللي اليوم درنا خطوه اولى من خلال فقره راحت البال مع نرجس، وضحت لنا مجموعه من المعلومات. ونتمنى ان شاء الله هذه المرحله تدوز بالف خير على جميع الناس. شكرا لك نرجس. شكرا.